دكتور احمد سمير القائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك اتكلم عن قضيه مهمه جدا، وهي انه الجهاز هيعمل على تامين حق اولياء الامور في الجزء الخاص بمصاريف المدارس الخاصه بالنسبه للاوتوبيسات اللي بتنقل الطلاب، وقال انه الخدمه ما تقدمتش اصلا للطلاب وقت جائحه كورونا وبالتالي ستعود اليهم المصاريف. معنا على الهاتف الدكتور احمد سمير القائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا فندم، وعلى صباح الفل على الساده المشاهدين. دي نقطه مهمه جدا بتهم كل الاهالي، كل الاهالي اللي مدارسهم او بعض هذه المدارس اللي بتطالب بمبالغ ماليه للباصات، رغم ان الطلاب اصلا ما كانوش يعني بيروحوا المدارس ولكن بيطالبوا بفلوس الباصات. ايه اللي هيتم اتخاذه في هذا الشان؟ هي اللي احنا كنا بنتكلم عنه هي الدراسه القانونيه، يعني الاحقيه القانونيه طبقا لقانون 181 لسنه 2018. زي ما قلنا كده ووضحنا وزي ما حضرتك وضحتي ان دي خدمه لم تؤدى خلال فتره محدده، فبالتالي في انتقاص في هذه الخدمه، والقانون هنا واضح وصريح، اي انتقاص في الخدمه اما بيعاد تقديمها مره اخرى او ان قيمتها بترد للمستهلك. الدراسه اتعملت، خلونا هستاذن برضه الساده المستهلكين او اولياء الامور يسيبوا لنا التوقيت المناسب لاصدار القرار. احنا عارفين ليه متاخرين لغايه دلوقتي او مش متاخرين، ليه مستنيين لتوقيت معين لاصدار القرار. طبعا القرار بيصدر من مجلس اداره الجهاز، هو المنوط بهذا الامر، فان شاء الله هيصدر في الوقت المناسب اللي هيدي كل واحد حقه بالظبط، وهيخلي يعني المواطنين او اولياء الامور واخدين حقهم. الدوله عملت جهاز حمايه المستهلك عشان يحمي الناس في التعاملات ويعمل توازن في الاسواق وتوازن في كافه التعاملات. ايوه، يعني هناخد حقهم ازاي؟ هل هيكون في تنسيق معين مع وزاره التربيه والتعليم مثلا؟ ان الافضل والاتزان السوق والاستمرار العمليه التعليميه ودون اضرار برضه بالمدارس، لان هي حلقه مهمه ضمن حلقات المنظومه التعليميه، انه ان شاء الله هيبقى يخصم من اي مبالغ ليهم في موضوع المصروفات او في مجال المصروفات في الترم الثاني مثلا. طيب دلوقتي هل دلوقتي يعني من المفترض الاهالي يقدموا شكاوى معينه، إجراءات معينة تتخذوها ضد المدارس اللي بتطالب بمصاريف الباصات، مفروض يعملوا إيه؟ الخطوات المفروض يعملوها علشان ياخدوا مستحقاتهم المالية حقا للمستهلك، وهيطلع بيها قرار من مجلس الإدارة. بعد صدور القرار أي مدرسة مش هتلتزم، أولياء الأمور عليهم إن هم يتوجهوا لينا فورا، واحنا كافلين إن احنا نخليهم يلتزموا أو إن احنا ننزلهم النيابة المختصة، نيابة الشؤون المالية والتجارية. في الحاله دي طبقا لقانون حمايه المستهلك العقوبه بتتراوح من 10,000 جنيه لمليون. يعني كمان هيكون في غرامات للممتنعين عن التنفيذ من المدارس. طبعا. قانون واضح جدا وصريح، والمدرسه اللي مش عايزه تلتزم ايا كان نوعها هتنزل المحكمه، والمحكمه هي الامينه او النيابه يعني هي الامينه على اقامه الدعوه، وهتكون في غرامه طبقا للقانون. وبنتكلم في ده كل كيس، يعني في كل شكوى هتنزل قضيه الغرامه فيها من 10 لمليون جنيه، وفي حاله التكرار بتزاد من 20 ل 2 مليون جنيه. آلية تحصيل الغرامات هتم ازاي يا دكتور؟ آلية لا، هي بتبقى يعني ناتج عن حكم محكمه، بعد ما تحكم المحكمه كمان بيبقى في نشر في العقوبه، يعني لازم يتنشر كمان في جريدتين وساعه الانتشار، ثم بتحصل لصالح وزاره الماليه. طيب ايه الشكاوى اللي رصدها الجهاز بخصوص يعني مساله المصاريف المدرسيه بشكل عام؟ هي الشكاوى اللي جات لنا كان بيبقى في نوعين بالظبط زي ما بقول لحضرتك، انه نوع على الباصات او مصاريف المدارس في الجزء اللي هم الناس ما استفادتش منه، الجزء الثاني خاص بالمصروفات نفسها في الترم الثاني. المصروفات نفسها في الترم الثاني احنا نسقنا مع وزاره التربيه والتعليم، والوزاره يعني اوضحت ان العمليه التعليميه تمت بشكل او باخر في هذه المرحله اللي كلها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والزوم، هم حسبوا يعني هذه الجلسات اونلاين عن طريق اي وسيله، بس العمليه التعليميه تمت في هذه المرحله وتم انتقال الطلبه للصف الثاني، فبالتالي العمليه انتهت بشكل او باخر، ففي الحاله دي ما يبقاش في استحقاق لاي مصاريف. طيب اخيرا، شكل التنسيق ما بين حضراتكم وبين وزاره التربيه والتعليم الفتره الجايه هيكون ازاي؟ طيب جهاز حمايه المستهلك هو احد الاجهزه اللي انشاته الدوله لصالح المستهلكين، فبالتالي المستهلك هو العنصر الرئيسي في العمليه. احنا بيبقى عندنا تنسيق مع كافه اجهزه الدوله وكافه وزاراتها، ما عندناش سياسه الجزر المنعزله دي، احنا دوله مؤسسات كله بيتعاون عشان يقدم
لصالح المستهلك ولصالح المواطن البسيط او غير البسيط حتى لو ليه حق طبعا بياخده. طب اخيرا يا دكتور احمد معلش احنا بس عايزين نفكر الاهالي اللي بعد كده عنده شكوى لجهاز حمايه المستهلك وعنده حق وعايز ياخده، اليه التواصل واليه تقديم الشكوى؟ ببساطه جدا، وخلينا ناكد برضو اول صدور القرار في مهله للتنفيذ، واي حد من المدارس مش هيلتزم او ليه الامور عليهم ان هم يتوجهوا لجهاز حمايه المستهلك باحدى الطرق اللي احنا هنذكرها. في 19588 اي تليفون ارضي، ده الخط الساخن 19588، او على الموقع الالكتروني الخاص بجهاز حمايه المستهلك، او على الموبايل ابلكيشن اللي موجود على اي او اس او موجود على اندرويد برضو جهاز حمايه المستهلك ويقدم عن طريق الشكوى، او عن طريق الواتساب اللي هو 0128 166 188 0. كده يبقى الشكوى وصلت لنا، او حتى عن طريق المكاتب بتاعتنا اللي موجوده في كل المحافظات او في 17 محافظه يعني ممكن يقدم عن طريقها. بعد كده احنا بنتولى الشكوى وحلها. اذا ليس من حق المدارس ان هي تتحصل على اي مصاريف خاصه بالاوتوبيسات اللي بتنقل الطلاب نظرا لجائحه كورونا، وانه الطلاب كانوا في المنازل هذه الفترة. مرة تانية، ليس من حق هذه المدارس إن هي تحصل على هذه الأموال. أنا بشكر حضرتك يا فندم دكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، شكرا لك يا فندم.